رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، مستكملين معكم غمقتنا الرمضانية الجميلة بضيوفنا اللي منورينا من مسلسل ليوان. جبناكم من الحر والتعب والشقة إلى 360 هني بندلعكم، وبراد والقيمات وقرص العقالي وحلويات سميت سور، وننسيكم العذاب اللي عشتوه بالصيف. والله ما ينسي. اول شيء مبارك عليكم الشهر وعلى المشاهدين، وعساكم تعودون ان شاء الله كل سنه يا رب. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ومشكورين على هالدعوه الكريمه ويعطيكم العافيه. وانا عيني على القيمات صراحه. عيني على القيمات. مبارك عليكم الشهر. لما تفك ما حد صدق هذه. مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير. طبعا مشاهدينا نرحب بالفنانات الجميلات اللي حقيقه منورينا في غبدتنا اليوم، الفنانه شوق وايضا الفنانه فرح وايضا غدير صفر، منورينا وحياكم الله ومبارك عليكم الشهر. علينا وعليك وعلينا وعليك ان شاء الله. يعني ابدعتوا بصراحه. الاكل شلونهم يا الاكل بالمهارة؟ مبدعين بالمسلسل. المسلسل اكيد مبدعين، بس غدير فيها عليها مواضيع شوي. شنو؟ في بعض المتابعين قاعد اشوف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يقول غدير مسويه شيء تجميل بالمسلسل. لا والله العظيم انا اقول الصج، انت شوف انستغرامي انا اول امس اي صح حطيت وسويت فيلر وسويت شفايفي، بس والله العظيم كلهم يدرون شوق تدري فرح تدري، قسما بالله مو تافهه شوق تشهد وفرح تشهد. صح للامانه انجرح يعني من الحشرات، كان وايد حر والله العظيم، وايد حر لدرجه ان توصل درجه الحراره 54. ندوب انا واحده من الناس كنت انسى حواراتي يعني قبل امس. تحفظين وقت احفظ يعني احنا خلاص نسينا شيء اسمه حفظ، يعني خلاص تقرين المشهد وتقولين على طول. لكن اول تنس شفت لي مشهد هذا مو ادائي، حتى المشهد كان ويا قدير، المشهد اللي اقول لك وانا يبي يتزوج. اي عرفتها. مستحيل هذا يكون ادائي، وايد حر. الله يعطيهم العافيه حق كل الكاست اللي اشتغل من المخرج لاصغر فنان على الاداء وعلى الشغل اللي احنا اشتغلناه صراحه، الله يعطينا العافيه. على الحر شغل. على التصوير كان منطقه الوفره صح؟ مصيبه كان منطقه الوفره التصوير. اي نعم. والله يعينك. الوفره وما ادراك ما الوفره. خليفه خليفه كل يوم طريق رايح هنا رايح. كنا نقلب اوردرات تصير شوق من الساعه 7 لين 12. قلبنا من الساعه 12 لين اليوم الثاني الصبح، يعني من 12 بالليل ل 12 الظهر. بس الحمد لله تعبنا وطلع شيء حلو. شيء حلو. تعبنا عشان الناس، عشان الناس تشوفنا، هذا تعبنا كله الحمد لله ما راح حدا. الحمد لله. امانه ومن بدايه الحلقات يعني شديتوا المشاهدين. الحمد لله. صار في نسبه متابعه ومشاهده. الحمد لله. ادواركم ما شاء الله كل وحده انا يمكن الاحظ انه يمكن انتم اخترتوا الادوار والمنتج وزع الادوار. ولكن في تنافس كل واحدة في دورها. نعم. يعني خصوصاً إن أعمالكم متقاربة. نعم. فكل واحدة قاعد تجتهد علشان إنها تطلع الدور بتنافس جميل ملاحظ. نعم. يمكن أنتم ما اختلقتوا لكن الظروف اختلقتها. صح. وهو وصل لنا إحنا كمتابعين. شوق دورك وايد حلو، بس للحين انا انطر بعدين. ما راح افتن، راح تتابعين. راح تتابعين. انا وايد فرح متاثره انك انت وايد طيبه. اي بس حاسه انها الطيبه راح تنقلب. زوجتك ظلمت زوجتك صغيره. ما قاعد افتن حكي شويه. زوجتك صغيره يعني ليش رضيتي؟ صراحه لا جاوبين صراحه. خليني شوي اجاوب. انتم خايفين منها شكلكم مو طايحين. قاعدين احنا قاعدين نعلم الحرف عشان عليها والله. زين لو يعني استاذه غدير لو جزء بسيط يعني من باب التشويق. باب التشويق غير عن طبيعتي. غير عن طبيعتي. اوكي انا اقول لك غيرين يعني. شوق تحب الاستاذ عبد العزيز بن سلم؟ بين خلاص بين اول حاجه. انا المسكينه اللي ابوي بخيل كلش، اللي ابوي عنده مو ابوك اللي مقبس علي. غير ابوك انا مو قادره اتزوج اصلا. ابوي بخيل من كثر ما بخيل. اخوي يكون يعان شو يقول له؟ روح اخذ من البلبل قفص البلبل تمره واكلها. طبعا الاعمال هذه يحبها الجمهور. خلينا نقول مو الجيل الحالي، الجيل اللي قبل اللي كانوا عايشين نفس الاجواء اللي احنا صحيح. صورناها بيوت الطين، الشاي اللي داخل الاستكانه، الاعمال هذه ما تنعاد، الاعمال هذه جميله.
انا واحده من الناس احب اشتغل هالاعمال لان يعني خصوصا برمضان. برمضان الناس تتابع اوكي رمضان ما شاء الله المسلسلات والاعمال كنا سفره كل شيء من حلو. يعني مثلا التراثي المودرن الكذا بس محتاجين اعمال تراثيه تبين يعني الزي تراثي ونس الحوش لما تمشين حافيه انا تقريبا طول المسلسل تمشي حافيه لا عارفه شو الجميل فنانه شوق يمكن حصه توافقين ان هالبرنامج هول محل عمل هذا عمل تراثي يبرز حقبه تاريخيه نعم. لدوله الكويت الحبيبه ايام قبل ايام ابائنا واجدادنا وهذا البرنامج يعني هذا العمل والمسلسل ليوان هو الوحيد اللي برمضان هالسنه هذه حصه الوحيد يعني الوحيد العمل التراثي مخرجنا الصراحه مخرج مبدع الاستاذ احمد دعيبه سوجه له اكبر تحيه أنا اللي قاعدة أشوفه من وجهة نظري أنا مو من حقي إني أقيم المسلسل أنا فنانة في المسلسل لكن المخرج معطي حق الكل حقه أنا يمكن هذا من قدير أتطرق لأن أمانة البطولة بطولة جماعية صحيح. يعني مو معطي أهمية حق مثلا أستاذ عبد العزيز المسلم كوننا هو المنتج حق الكل موزعة صح معطي مسوي نفس صح. الميزان يعطيه العافية يعني ومخرج مبدع نفسه وتعب آخر أيام وايد تعب كان يخلص من التصوير يطلع يروح المونتاج متى خلصت التصوير قبل رمضان بثلاث ايام تقريبا ثلاث ايام يومين يمكن تقريبا يومين تقريبا كذي في مشهد حصه شوق لا تفهمني ريحه القطر لا شنو قولوا شوق انه قاعد دزتها انا دش عليها في قرانيع فأقول لها الله ايش هالزين ايش هالدزه الحلوه فنشوق من المشهد قاعد تشم ريحه مو حلوه والله احنا عانينا للامانه يعني الله يعطينا العافيه صراحه لا امانه بس احنا كمشاهدين قاعد ما نلمس هالاشياء المعاناه اللي انت عانيتها بس احنا قاعد نشوف أجمل صورة الحمد لله. وأجمل أداء الحمد لله. وأجمل عطاء قاعد نقدره منكم فهذه هو الهدف اللي أنتم قاعد تعملون علشانه أن نشوفكم في أجمل صورة وأنتم قاعد تفرحون بالنتيجة أكيد الحمد لله أكيد ولا كان من زمان طلعتوا بهالحر من المجال بس الحين كان في مشهد شوق قاعد تبكي على أخوي اللي هو الأستاذ عبد العزيز المسلم أوجه له تحية فهي حاطة باروكة فأنا أنا بلمها ترى الباروكة إيه؟ كانت هي أسوأ شيء في العمل كله الباروكة المتحركة تسوي لي كذي يعني أنا قاعدة أدي مو قادرة أدي الأخت قاعدة تسوي لي ما يخالف حياتي ولمها. قاعد تمسح على ظهري وقاعد تسحب باروكتي زين القبلة بصراحتي ثاني لقطة هي قصت القبلة راح نضطر نعيد المشهد بسبب القبلة قصت القبلة المخرج عاد لنا بعض اللقطات خلينا نشوف اللقطات مع بعض ان شاء الله اللقطة هذه ما في باروكة العادة تحذف بيتنا بحصم مو ما هان علي احذف دريشتك بحصم لا عور دريشتك قلت نعال اخف هاك زين سويت لي اشوف ابوك يسوي لي سالفه خاف علي خاف عليكم ثيناتكم يا بعد عمري عسى الله يخليك لي تخاف علي انا وابوي شلون ما اخاف عليكم من اللي يعزمكم مش بس مو تطقت شبدي قلب قام يعورني بسم الله على قلبك حتى انا تصبر يوم يومين احاكي ابوي على ما نجهز المهر والدزه ونسوي عرس ما يصير بيتريه ما يصير عرس الكل يحكي فيه عرس تشتري معاه الجديده حق الوالد مو اخاف اموت الله يهديك طول العمر بشوف ضفايرك ابوي تعال شوف اعطيتك اياه يعطيك العافيه يبا الله يعافيك يا يبا ها نجيب لك الغداء ها ايش طابخه لنا اليوم مو انا اللي طابخه اليوم خالتي مطيره يعني امان واحنا قاعد نشوف هاللقطات قاعد نتذكر يعني انتوا قاعد تضحكون يعني انت عيونك دمعت بس انا قاعد اقول لك باروكه كانت ماخذه وضعها قلت لها موجوده والله المخرج قال لي شوق ليش لبستي باروكه ايام قبل كانوا بنات في يعني عيونهم ملونه مثلا شعرهم ايه؟ فاتح لا ما ادري ساعه انا دبست نفسي انزين انا عندي مشهد قاعد اقترح عليك انا عندي مشهد ان ليله حنتي ايش رايك على اساس اني هنيت شعري صار هاللون خلاص الحين ما يصير
طبعا تحيه لكل نجوم المسلسل، مسلسل الليوان، هذا النافذه التاريخيه اللي تمثل حقبه تاريخيه لمجتمعنا الكويتي، وايضا على شاشه تلفزيون دوله الكويت اللي هم الاستاذ ابراهيم الصلال وعبد الامام عبد الله ولطيفه المجرم وعبد العزيز المسلم. فتحيه لهم حقيقه. انا ودي اسال فرح، تفضل. انت مشاركتك مع النخبه والعمالقه من الفن الكويتي مثال ابراهيم الصلال، مشاركتك مع النخبه والعمالقه شلون شفتيها؟ طبعا اول شيء وايد حلوه، انا كانت اغلب مشاهدي مع استاذ عبد الامام عبد الله، اوجه له تحيتي. وشيء وايد حلو حقي، بس انا وايد تعبت لاني انا لبست عدسات سود وعيني التهبت، فاغلب مشاهدي عيني حمراء وتعبت وايد. وايد كنت عفويه، بس انا يمكن اقول لك ان هذه نقله وخطوه وايد حلوه في مجال الفن، خصوصا ان انت في بداياتك. صحيح. فاكيد انت تحبين تتعاملين مع كبار النجوم، علشان طبعا اكيد مع هذه النجوم تاخذين الاكسبيرينس والخبره اللي صحيح. ممكن لقدام تخلي فرح اكيد تطالع صورتها قبل وتقول طبعا شلون سويت شكل صح صح شلون مثلت صح. اكيد انتم كفنانين لما تطلعون مسلسلاتكم اني انا سويلك انا تدبست، يعني اول عمل اشارك مع نجوم كذي، عمي المرحوم خالد النفيسي يعني كان ابوي في المسلسل وكان يحبني ومدلعني، وانا كنت احب ولد الفريج، بنت غنيه كانت تحب ولد الفريج اللي كله يعني شنو رديت فعل شيء ما تتذكر طالعينها تقعدين اعرفه مثل ولا كلش ما اعرف والله. شوفي انا ما اقدر اقيم نفسي، بس انت كنتي مقنعه وقتها ونجحتي امانه الحمد لله الحمد لله. اي بس انت اكيد تطورتي. اي طبعا اكيد. اي فاكيد لما تطالعين هالاشياء تقولين لا لو ترد فيني الزمن وامثل هذا المشهد بالذات ما امثل. لا فريج سويلح ما ينعاد ما ينعاد ببراءته بتمثيلي، يعني كنت في بداياتي كان رابع او خامس عمل لي. بالعكس انا افتخر في هالعمل مع نجوم كبار، وفي يعني نجوم كانوا يخرعوني يعني اللي اتمنى الحين كلهم يكونوا متواجدين معي في نفس العمل، يكون فريد سويل حتو. حلو. الفنانه شوق انت متمرسه ما شاء الله في الجانب التراثي. نعم. كذا عمل قدمتيه، لكن فنانات غدير وفرح كان هذا اول عمل تراثي؟ لا انا مثلك بالعظيم بالعظيم في العظيم. وكان عندي بعد مع الاستاذه المخرجه شروت عادل، اوجه لها تحيه، اسمك اليوم سالفه هل نفس الشيء كان في الصليبيه؟ يعني انا مو اول مره امثل، بس شلون شفتي تجربه العمل التراثي؟ التراثي وايد متعب متعب، بس انا يعني احب التراثي وايد، احب التراثي يعني تراث الكويت اعتز فيه وافتخر فيه. نكهته حلوه وايد حلوه غير عن المودرن، يعني نفسنا صدق تعب عشايف العجفه طبعا ما اسويها استاذ عبد الطقش. لا وبعد ابغى اقول شغله، اوجه تحيه حق ماما لطيفه المجرد طبعا لزمتها الله احبها وايد وايد وايد. تدري شوق وتدري فرح، يعني اللوكيشن من غيرها وايد مو حلو. صحيح. والله العظيم الام الحنونه الطيبه اللي قلبها ابيض وقلبها نظيف، حتى موعدتنا انا وشوق ان تاخذنا مسلسل لطيفه المجرم اذا ما خذيتنا راح افتح كلنا نحبك ترى. زين وفرح شلون شفتي التجربه؟ تجربه وايد حلوه جديده علي، توك صغيره يعني ما شاء الله، واول خطوات مو شايفتها مو شايفتها في بدايه العشرينات. انا لا تجربه كانت وايد حلوه، يعني لو قالوا لي اعيدها اي اعيدها. نفس الشخصيه نفس الشخصيه لا نفس الشخصيه لا لازم لا 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 نفس الشخصيه وايد حبيتها التراثيه، ان المكياجها يعني مكياجها بعد شوي يقولون انه ما يعطيك اللوك اللي الناس تشوفك بصوره ثانيه مختلفه غير اللي تشوفك بالواقع كشوق اللي الحين ميك اب تراثي يعني حلو. فانتوا عادي متقبلين تلاحظين ان الجمهور يتقبل هذه الصوره بالمسلسلات، الدرع البسيطه، الميك اب اللي يسمونه الرمادي، هذا اللي تاثير الغبار اللي يلزق على الكريم اساسي كونتور غبار كونتور قام يصير علي. شوفي انا اللي اعرفه ان الجمهور يحب الاعمال هذه، يحب يشوف الفنانات بدون ميك اب،
ببساطته. اي انا ما احب الميك اب للامانه، يعني اطلع برا ساعات تلاقيني يعني ما شاء الله انا متابعتك في السناب شات. ما احب احط مكياج، بس الاعمال التراثيه ما يصير تقصين على الجمهور. بتحطين ايلاينر مثلا، تحطين رموش، انا ضد هالفكره صراحه، ضد هالفكره تماما. واشوفكم امانه انتم كنتوا وايد طبيعيين يعني. إيه هو كذي احسه، هو التراثي قبل يعني تلاحظين ما في ميك اب والحاجب، يعني انا وحده عن نفسي اقول انا مسويه تاتو، فقبل ما في حواجب كذي، ما في صح، فكنا ننزلهم الاستاذ عبده يسوي لنا اياهم، عبد الطقش يسوي لنا اياهم نازلين. طبعا تاتو هذا سويتي فيه طبعا. هذا اول شيء ما بين لانه كله طويل، أيه. دراريعنا يعني مستحيل انه كان بين، وكان يحط لي عليه فونديشن فما يبين كلش، يعني اي مسلسل اغطيه. حلو. كانت في زياره من مسؤولين في وزاره الاعلام، وكيل وزاره الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون الاستاذ يوسف مصطفى، وايضا مدير البرامج الثقافيه الاستاذ خالد الرشيدي وطلال، نوجه لهم تحيه. شلون شفتوا الزياره؟ اكبر تحيه لهم. كنت موجوده باللوكيشن؟ كنت موجوده، وللامانه بدونهم ما نكتمل، وزيارتهم كانت اكبر شرف لنا. يعني ايد واحده ما تصفق، احنا بدونهم ما نقدر نسوي عمل متكامل. حلو. واحنا محتاجين تلفزيون الكويت لان هو تراث الكويت. حلو. هو اساس الكويت اكيد. يعني شنو بقول؟ خلونا نشوف بعض المشاهد بعد. نشوفكم بس الا الباروكه. الا الباروكه برستيجهم. عساك ما تفقدين غالي يا بدريه. والله يا بدريه لو ادري كان ما طلعت من البيت. ليش ليش؟ ليش هالدموع؟ هالدموع يا بدريه بسبب طلاقي. انت ما تدرين الموضوع هذا شلون شال عقلي وتفكيري. وايد مكدر خاطري يا بدريه. مريم، انت مو اول وحده ولا اخر وحده تتطلق. وقولي الحمد لله انت باول الملجه. ما تدرين وين النصيب، عسى الله ان شاء الله يجيب لك نصيب احسن منه. اصيله يا بدريه، بس ابوي حتى البيزه ما يدفعها. انزين اخذوني بعباتي. يا بدريه ابوي يحسب حساب المصرف. امانه المشاهد يعني حلوه. الحين انتم شوفوا شلون قاعدين، يمكن وقتها تعبانين بس الحين انتم تسولفون وانتم مستمتعين وقاعد تضحكون والجميل. هذا المشهد هني وهذا المشهد صار في، والقدله الحمد لله واخذه وضعها كانت. لا ما كانت ماخذه وضعها. كنت تعبانه نفسيا منها. الوفره ستي. تعبنا من الوفره. زين عندي سؤال فنانه شوق، مثلا اذا ممثله طلعت وبرزت في دور معين، سواء تراثي دور معين، ايوه تراثي او تراجيدي شوي اكثر، يصير يطلع بدور ثاني مختلف مثلا كوميديا مثلا في نفس العمل؟ لا لا عمل ثاني اكيد. تنوع؟ اكيد انا احب انوع. انا هالعمل في هالسنه اشتغلت عملين، العمل الثاني كلش ما له علاقه في شخصيتي هذه. للامانه انا عشقت بدريه، شخصيه بدريه في الليوان انا حبيتها. حبيتيها؟ اي وايد حبيتها. حبيتها لان البنات قبل كانوا كذي حبهم بريء، حبهم حلو يعني من وراء الدريشه. يعني لا تقولي لي زمن ما كان فيه حب، في كل زمان ما كان فيه حب. كان يراعي الدريشه اللي يطقها. كان يراعي الدريشه الاخ ما يبي يطقها بالحصن. ما يبي يطقها بالحصن. فحب بريء، حب طاهر، حب عذري، عرفتي؟ حبيت شخصيه سلطان. شباب قبل كانوا كذي، شبابنا طيبين، يحب البنت اذا قال لها انا ابيك واتزوجك هي تامن يعني. بس ما ادري الاخت راح تتزوج اللي بواقي الحمام يعني. بس اسال سؤال، الافكار هذه انتم تطلعون فيها ولا المنتجين؟ يعني هذه الفكره انا مستحيل تكون مكتوبه. افكار شنو؟ انه يعني مثلا ان انا اخاف اطق الدريشه بسخرة علشان لا اعور دريشتك. هذه فكره اكيد تلقائيه وليده اللحظه. تلقائيه مستحيل تكون مكتوبه. لا لا ما تكون. ما شاء الله عبد العزيز المسلم يعني استاذ مسرح واستاذ كوميدي. يعني هو كان يطفرني وكان يضحكني، بس انا ما اقدر اقول يعني شهادتي مجروحه فيه. ريال كوميدي مدرسة، يبقى مدرسة، روحه حلوه يعني تطلع معاه بنفس اللحظه ما شاء الله عليه. اكيد هو بقيمه مدرسه كويتيه فنيه حقيقه. اكيد. ريم كنتي تغنين او لا زلت تغنين؟ لا خلوني اغني، بس صوتي مو حلو طبعا. صوتي مو حلو. صوتك مو حلو؟ لا بس خلوني اغني عادي. زين لا تحرمي مشاهدينا، نبيش تغنين. لا حرام. كلش ابي ايدي حنه. ليش؟ انا اليوم حنيه شعري ب
بسوي احمر بس قلب برتقالي. حاطه حنة؟ حنة المفروض يحطوا لك باللوان حنة، ليش ما حنيتوها باللوان؟ كانوا بيحنون باروك تطلع عمرك باللوان. باروك اللي المفروض تحنى عشان تطفي. لا المفروض فيها لمعة شوية. المفروض ان انا ابين حق الجمهور ان انا حنيت شعري عشان اشيل الباروكة وافتك منها. يعني هم ما قدرت اشيلها لان وايد شكلها حلو. انا عندي سؤال حق قدير، نجاح الفنان ساعات بكذا مسلسل برمضان ممكن يشتت بعض جمهوره، يعني يتابعك هني ويتابعك هني، فانت مفروض عليك انك لازم تنوعين في الطرح، فهل هالشيء هو اللي خلاك انك تقدمين تراثي لانك انت طالعه مع ام طلال بشكل مختلف؟ اي انا شوفي حصه، انا قدمت هالسنه 5 مسلسلات، فاول شيء الليوان هو التراثي، ثاني شيء بنت شايب طلعت من غير ميك اب كلش كلش كلش، اوجه تحيه حق استاذي خالد الرفاعي، هو كان المخرج فطلعني قال لي من صدقش تطلعي من غير مكياج؟ قلت له إيه اطلع من غير مكياج، وهو كانت فكرته فبالعكس عادي يعني تجرأت ان انا اطلع، سويت اللوك هذا مع ام طلال، ركبت اكستنشن وشخصيتي غير، الناس وايد انشدت حق المسلسل هذا، يعني حتى بانستغرامي كل ما ادش بدعتي في ام نرويحه اليلة، بدعتي في ام، فقلت ابي انوع، الفنان مثل الجوكر وين ما تقطينه لازم يؤدي الدور ويعطي الشخصيه نفسها. حلو. فلازم انا انوع، انا يعني عامه احب الفن بكل انواعه. فلازم انوع حق جمهور، جمهور يشوفني مني بالتراث، يشوفني مني ومني كلام كلها. كلام جميل غدير، يعني احنا متفقين كلنا احنا مع النقد البناء. اي نعم النقد البناء متفقين، لكن في بعض النقد يوصل من متابعينك وجمهورك، احيانا يكون لاذع النقد هذا، شلون تتعاملين معه؟ شوف انا النقد البناء عادي عندي. اوكي هذا الله يخليهم لا يدشون يسبون، يعني يمكن مجربين والله انا اعاني قسما بالله، يعني يا جماعه والله احنا قاعد نتعب علشانكم، قاعد نضحككم، قاعد نبكيكم، قاعد اللوكيشن والله العظيم احنا نقعد باللوكيشن والله يا حصه اكثر ما نشوف عيالنا ونوله وعيالنا يدقون علينا يقول ماما يعني ولدي يقول لي ولدت عليك زين، فيدشون عليك وع ما ادري شنو بوقت الريايل يكتبون يدشون بيننا وبربنا، انتم فنانين ما تصومون زين الدراج، انا صوم ترى مسلمه ماني نازله من كوكب ثاني، ترى احنا يعني ممثلين كويتيه انا افتخر قاعد امثل ديرتي، فما له داعي ان يقطون يعني حكي انت كذي انت كذي انت كذي. ياثر عليك؟ لا تاثير عليك؟ نعم لا تاثير عليك؟ اي ساعات يسبوني ياثر، انا الحين شنو قمت اسوي؟ وكلت محامي قمت اصور ودز حق محامي وبلوك على طول خلاص، هذا اللي قاعد اسوي لانه تعبت، يسبون سب مو طبيعي يدشون بينك وبين ربك. وايضا ريم ليش؟ وانا بعد وايد يسبون، واحدة كتبت لي بوقت الريايل بس ما ادري في نقطة إيجابية احنا يعني ما ننكرها ان هذا التواصل اتاح لنا احنا التوسع اكثر، صح اتاح لنا صح ان احنا نتعرف على الجمهور في مصداقية في توصيل المعلومات، صح قبل كان في نوع ناس مثلا في اقلام مثلا مزيفة تكتب باسمك بعض المقالات وتنسبها لك انت، يعني هذا عالم الانستغرام وعالم صح التواصل الاجتماعي حلو. خلقنا انتشار اوسع، خلقوا لنا مصداقيه في توصيل معلومه منك انت، فما ننسى الجانب الايجابي صحيح. على حساب الجانب السلبي بس ما توصل حياتي ما توصل لمرحله ان اوكي انتقاد كلنا، يعني اتمنى احد ينتقدني عشان اعرف في اشياء غلط اسويها في كذا، لكن يوصل لمرحله ان انا استحي اطالع الكلام اللي يكتبونه صح والله صح. انا ما اتقبل، يعني في البعض انا احترم وجهه نظرهم أكيد. واحترم ان هم يخلون السب في اكاونتهم، انا ما اقدر الحين صحيح. طفل عمره 7 سنين عنده انستغرام يدش يشوف الكلمات البذيئه ليش؟ صح صح انا صح. ولدي عمره 14 سنه الله يحفظه عنده انستغرام، فيدش يقول لي ما دشي مسحي الكلام يعني كلمه وسخه اقول له شنو؟ يقول لي ما ادري ما اقدر اقول يعني مو كذي يعني شوف يعني احنا نحبكم متواصلين معاكم هذه مو اخلاقياتنا كمجتمع كويتي حقيقه أكيد. أكيد. بس احنا بالنهايه نقول انتم ملح رمضان نعم منورين الشاشه، انتم ملح رمضان تسلم منوريننا والله عبر مسلسل الايوان هذا النافذه التراثيه الجميله اللي نفتخر فيها، ومهما نقول بحكم قليل مستمتعين بالتواصل معاكم عبر الدراما اللي قاعد تقدمونها الجميله، ندري انكم تعبتوا بس امانه قعدتوا جنون ثمر مزيد من الحب بقلوبنا وبقلوب جمهوركم
يعطيكم الف عافيه وان شاء الله تكون غبقتنا خفيفه عليكم. تينن تينن بنروح تشوف تصبحون على خير ونمسيكم باحلى مساء. مشاهدينا وصلنا معكم لنهايه حلقتنا اليوم في غبقه رمضانيه. نتواصل معكم ان شاء الله غدا من 11 ليل 12 عبر شاشه تلفزيون الكويت. اذكر محلات سويت سوار والبيت العود دولتشي حلويات دولتشي ودولتشي. يعطيكم العافيه وتفضلوا.